لقد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما لله ضرب اليعبس لقد جسر من الأكارم ما قد تنسل العرب لئن يعيب هوادي فهو لي نسب يوم النزال إذا ما فاتني النسب ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند تصادم الخيل يا ابن الأطاي. مريم أمجون في رحاب الوزارة لنحتفل بها وننوه العمل اللي قامت به وهذا التفوق وهذا التميز على المستوى الدولي. حقيقة مريم استطاعت أن تحقق الحدث، تخلق الحدث بامتياز وترفع عاليا الراية المغربية. هذا احنا جد فخورين بهذا التفوق، وما يمكن إلا نشيد بما قامت به الأسرة ديال الصغيرة وأيضا الأسرة التربوية على المواكبة وعلى هذا البيئة وهذا الفضاء اللي خلقوه باش فين تنمت مريم أمجون. هذا مناسبة أيضا لنا لنشيد بالمدرسة المغربية وبما تقوم به المدرسة المغربية لتنشئة هذا التلاميذ، وإن شاء الله في إطار هذه المبادرة اللي قمنا بها هذه 3 سنوات اليوم احنا بصدد التمديد ديالها والتوسيع ديالها إلى ما يزيد 1,000,000 مستفيد. تم توزيع أيضا 500,000 كتاب على المستوى ديال 16,000 مؤسسة في التعليم العمومي والتعليم الخاص باش يكونوا أكثر من مريم وأكثر من محمد والراية المغربية ديما ترفرف إن شاء الله على المستوى العالمي.